مين بده يجينا الساعة 6 الصباح؟ ليه بده يكون يا الشرطة يا أبوكي؟ بده يجينا بابا نويل على الصباح. اطلع معك بابا؟ شو بدك تطلع معي؟ تعال هون. عامل لك شيء عاملة في السدعي أهل الحارة يعملوا لي قتلة؟ أعوذ بالله ما في شيء. يلا ارجع أنت وقتها. طيب. بسرعة يا أبو يزن بسرعة. شو في؟ بسرعة يا أبو يزن بسرعة. شوفي شوفي لا يكون مرتك ماتت. أخ يا أبو يزن أخ. منى عيني إجي هاليوم اللي دق في عليكم الباب وخبركم هالخبر. طيب قلبي قلبي شوفي. الملحق عنا طايف مي. فين الصبح لقينا حالنا عم نسبح. من شو؟ ما بعرف يا جار. يمكن أنت مسترخص بالصحية والملحق تبعك. هلا صار الملحق تبعي. خربتوه قرضتوه القرض البواري جردون أنت ومرتك. هلا جار المهم عجل لازم يجيب معلم صحية مش هندله كيف التمديدات. استناني هون. الله يوفقك عجل شوي. عجل يا أبو يزن أبو يزن عجل. أخ يا الله. منين طلعت لنا الشغلة ما بعرف. إن شاء الله تكون شغلة بسيطة. لك أنه بسيطة كأنه فايت على معركة ما شفتي. أعطيني شو معك مصاري. شو بدك من مصاري؟ لك بدنا نصلي. نحن أصحاب البيت. ليش حتى نصلح نحن عم يدفعوا 7000 ليرة بس إيجار الملحق؟ لك خلاص 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 بدفع ونص بدفع ونص. أعطيني بس. ما معي. أعطيني. ما معي. لا تفضعيني هلا دام الناس ما في جيبتي ولا فرنك. طب اطلع لبرا شوي. ليه؟ هيك. لا بدي أبقى هون. إذا بتريد جهاد. طلعيهم. اليوم بدي اروح استلم الراتب. يخرب بيت قلبي. وجيني حاطيتهم مع كالونيا. 5000 بس ما معي غيرهم. بس ريحتهم طيبة. ريحتهم هدول. يلا اطلعي. لك جبت الشحاطة وبرنس الحمام؟ ايه لكن جبته. طيب وينه؟ ولا عنده. كيف يدور عليه ولو شنده مسكرة؟ دور وهي مسكرة. يخرب بيت قلبه. بدهم يصيفوا عنا. ذكر البط عندك ابو يزن احكي معي هذا ما بيعرف يعمل شغلتين سوا. الحق معك جارنا الحكي مع رجال شو جاي تسوي هون شو هالشنات اللي ناتعينا ابو يزن الملحق تبعكم تمديداته خربانه خربوا لي نص غرهات البيت الله وكيلكم كله مي كله مي امسالي مشان الله حاشة بكبكي على الريق هلأ الشباب رح يروحوا يصلحوه ويمشي الحال خلصنا أنا بعرف إنه أبو يزن ما بيقصر بس قلت لحالي بيجي بعون عنكون لبين ما يصلحون طيب اسألونا استأذنونا أبو يزن ما بده استأذن الجيران لبعضها معلش حبيبي معلش لا تعصب هلأ أنتوا بتروحوا بتصلحوها وبس ترجعوا لك الحادث حديث ذكر البط عطيه البرنوس بتشوفي حبيبي الله يخلي لي اياك عاملهم بالحسنى ماشي بدي هون يدللوا دلال بعمرهم ما شافوا لك انا عياري كلهم هون نص ساعه يا بنت حر يا بقوصوا لشو بدي اتحملهم الله يوفقك تأمر قلبي في موال ببالي بدي غني بس ترجع بلك يا الله يجيرنا من مواويلك ابو سالي الحقني جارتنا نعيما سلفا الله ينعم عليك حمام الهنا ان شاء الله عليكم شو بخلا عم تستعملوا شامو تبع البيدونا رندا رندا عم اعمل هنا ان شاء الله اهلين وسهلين خبي ايه اغسلي لي اياهم بتتصلي بجوزي وبتقلي له يجيب فروج مشوي مشان الغداء لا تتصلي بجوزي هذا اهبل بيضحكوا عليه البياعين لا حبيبتي ولا يهمك عندي فروج بالبراد هلا بالفريزر من طالعه ليفكوا ثلجاته فراغ ايه نفرز ومنعمله مثل ما انتي بدك شو عبالك منطبخ طيب مو مشكلة حطي ايدك هون بدي اعمل قهوة مشان تبصري لي تعي ساوي لنا القهوة على عيني شو فهمني انا بالتبصير الحمد لله انتزعت تمديداتكم الصحية لحتى باركتوا بيتنا بزيارتكم الميمونة شو موجبة؟ حبيبي معقول انتي؟ شو بدنا نعمل هلا؟ هدول هن مستأجرين عنا ما كنا نتحمل غلاظتهم هلا شو بدنا نساوي؟ ولا يزعم؟ انت بتعرف انه نسبة 20% من الشعب السوري فقد بيته ونسبة 32% مستأجرين وعم يدفعوا مبالغ اكبر من دخلهم و12% قاعدين بالحدائق وبيوت على العدم لهالدرجة؟ ايه اخي نحن هيك صرنا
هدول بيطلعوا 64% و32% بس يلي قاعدين ببيوتهم. معناتها الحمد لله نحن عايشين بألف خير من الله. يلا امشوا خلصون. امشي. شو؟ شو؟ امشي. قال لي جهاد مو بس أزمة سكن، هي أزمة البلد كلياتها هلا. شفتي البنايات اللي على العظم؟ ايه كلها مسكونة. لكن شو مفكرة الناس وين بدها تروح بحالها؟ إن شاء الله مفكرة وين ما رحتي بتلاقي حدا يشفق عليكي. اللي عليهم عم ياخذوا أجرات البيوت كأنه الفور سيزن. مشان تعرفي أنا وجهاد قديش منحبكم، 5 سنين عم ناخذ 7000 ليرة وما زدنا لكم إياها لحد هلا. صبي صبي. لك شو عاملين بالبواري انتو؟ شو عاملين بس قلي؟ شو بدنا نعمل جار؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدي حط عقلي بعلقنا انا؟ لسه في لك عقل؟ خليت لك عقل امسالي. اخ يا جار لو تعرف شو. اخي فادي وطي صوتك اللي بتسمعنا انت الثاني. بتعرف لك شي معلم صحية هون بالحارة؟ لا احكي احسن مع اللي اشتغل لك. اشتغل لي وين؟ اشتغل لك البيت. اوه صار له من 2013 بالمانيا. بتعرف شو عم اشتغل بالمانيا؟ لا بورشة لانجيلا ميركل. مين انجيلا ميركل؟ مين انجيلا ميركل؟ رئيسة زيمبابوي. تذكرت؟ مع مين عم تتصل؟ لك بهذا ابو الرود مو عامل رئيس لجنه هي؟ بركي بيعرف له شي حدا بيشتغل صحيه. ايه اكيد بيعرف. الو مرحبا ابو الرود دخيل عينك على حسب معرفتك بتعرف لنا شي حدا بقيان بالحاره هون من اللي بيشتغلوا صحيه؟ ليكي في سره هيك مرتبه جاي لعنكو؟ هاد ابي ان شاء الله بيقبر قلبي كل ما بيجي بيجيب لي سره القهوه المره. لا مو سره قهوه هي سرة مصاري. يا رب يا رب من تمك لباب السماء. لك أنا متأكدة إنه سرة مصاري وبالعلامة بتكون طقرته الحلوان علينا. امسالي مبين معك بالفنجان بدنا نقرط الحلوان عليكم. ايه فوت لك فوت فوت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو صار معكم؟ شو التمديدات تبع الخزان كلها مضروبة على السطح. من شو؟ شو بعرفني من الحمرنة. ولك أبو سالي مو قلت لك أنا لما بينصطم البوري ما تفتحوا بالشاكوش. بالشاكوش عم يلمطوا. يخرب بيت قلبك بالشاكوش. كان مسكر جار. لك مخك اللي مسكر، مخك اللي مسطم بده ضربتين بالشاكوش. نعم بالشاكوش. تعال عاوزك اسمعي لالا، بدي اروح استلم الراتب واروح وزاره الزراعه. نشوفي بوزاره الزراعه. حكى معي أخي عماد قال الأرض اللي كان أخذها التنظيم من شي 50 سنة يعني من نص قرن يعني من مليون سنة يمكن هلأ طلعوا مصرياتها فلازم أخذ أمل بلاقيله على الزراعة مشان وقع. من شوي إمسالي بصرت لي بالفنجان وقالت لي جايكم صرت مصاري. لا وما قالت لك كمان بالفنجان أنه أحفاد أحفادك رح ياخدوه. دخيلك أنت والفنجان. اسمعي أنا رايح هلأ إذا إجا أبو بطيخ أبو الروض ومعه معلم الصحية طلعيهم على السطح مشان يبلشوا تصليح. جهاد انت اللي بتدفعها. الصبح كان رايك غير هيك. معلش معلش ضربة استباقية بدي اعلي لهم اجار الملحق. يخرب بيت قلبك. ليش بقى من غير شر؟ الملحق تبعنا بيندفع فيه ببساطة 30,000. بنتك سلمى هلا بدها تصير على الجامعة من وين بدك تجيب لها مصروفها؟ بسالي ما بتدفع ولا ليرة ها. هن اصحاب البيت هن بيدفعوا. ولازم نشارك معهم بجزء. بدك تجلطني انت بدك تجلطني يقطعوك جزء جزء شو ما بتفهم. حاضر حاضر ارفعوا لل 15,000 منيح. لك كانوا 15 عيبنا ما هون يمشوا. اي يطلعوا. لك ما بدهم يطلعوا بعدين بنحكي بعدين. ابو سالي الله يرضى عليك انا طالع مشوار اذا اجى ابو الرود ومعه تبع الصحيه طلعوا دلوا على الخزان. ايه حاضر تكرم. لك الاولاد وينهم؟ هربوا. طبعا طاعون هربوا. اهلا وميت سهلا بجيران الرضا عليم الله نورتونا. ابو سالي في بالمطبخ فروج مفرز شوفوا حل التلج عنه. لا ايوه لا والله ما بتتحرك انتو ضيوفنا وكل شي بدكم اياه انا اللي بساوي. اهلا وسهلا. يلا يلا يعطيك العافيه ميزه. اهلا ابو الرود جبت لكم معلم الصحيه. ايه شكرا كثير. استاذ جهاد هون هلا طلع ما شفته انت وفايت. لا والله كان بدي اياه بموضوع. يلا برد برجع بس يجي بجيب له مصاري. خير شو الموضوع؟ لا خلاص منأجلها هلا معناتها. مثل ما بدك عسيرة المصاري. الله يخليك هلا بس يطلع معكم ابو سالي لا تخلي حاسب، حاسب انت وبس يجي جهاد خلي يعطيك المصاري. ابو سالي حاسب؟ جهاد ما بيطلع القرش من جيبته الا بعفو عام. روح.
مع السلامة. أبو سالي. أيوة. أبو الروح طلع على السطح الحقه. جاب معلم صحية. ليش كل العالم اليوم عم تقول بتجيب لنا مصاري؟ يلا بيا. خفيفة خفيفة زبطها نزلوا زلعيني. يلا يلا تكرمي يلا. شوفي لي هيك منيح. ايه زبطي صح. منيح اللي اجى لعنا ابو سالي ومساي لناكل هالفروج. ايدك كلها كم مره قلت لك العاده ما بتعملها؟ بعدين ليش هيك عم تحكي عن طعمكم بالقطاره انت واخواتك؟ اصلا انتم مو شاطرين غير بالحش. شبكي امي عم نمزح، بعدين قلنا لحالنا بنروح على الجامعه بنرجع ما بنلاقيهم، شايفهم مبلطين وعم يقرقلوا. اسكتوا لا هلا بيسمعوك مو حلوه. هي من وين هيك طبت هالمحبه فجاه عليكي؟ ولك لا محبه ولا شيء. ابوك بده يرفع لهم اجار الملحق فانا عم حضرهم نفسي. نفسيا شرفي محاضرات اختك نورما ودروسها شو عملت بامك صارت تفهم بعلم النفس. امي ما صلحت الصحيه لسه؟ ايه ماما صلحوها. طيب امتى بدهم يفرقونا بريحه طيبه؟ والله داخل منهم ما عم بقدر اخذ راحتي بالبيت وهي شمقرين قعدت لي برا عم بتقرقل مفكره حالها بقهوه النوفره. خلص بقى حاجنا انت وياها. خلصوني جهزوا السفره ابوكم لا تقولوا غير اجا. صحي وين نورما؟ نورما هلا دقت لي قال جايه هي وشب السبات عشان يتغدوا عنا. طمني عنك عمي، ان شاء الله امورك تمام. الحمد لله، انت ضل بعيد عني وانا بالف خير. وين شفتينا الافندي؟ بابا برا التقينا. ايوه شرفوا. مرحبا. هلا حبيبي. مرحبا يا جماعه. حبيبي ما تصلحت بواري؟ ايه لكن فورا.